وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا احنا بننعي نفسنا وبنطلب الرحمة للزعيم رئيس الجمهورية ورئيس مصر كلها الرئيس الزعيم محمد حسني مبارك. أنا من مسقط راسه جعفر بن صلحة، واسمي جميل مبارك، وطبعا احنا بنعزي أنفسنا ومصر كلها، لأن الراجل ده ما كانش رئيس مصر لا بلد ولا غيره، كان رئيس مصر كلها. ما كانش لا له الانتماء لبلد ولا المنوفية، هو كان ابن مصر كلها. وطبعا الراجل ده مات شريف، ونحسبه عند الله من الشرفاء الأوفياء لبلدنا العزيزة علينا طبعا كلنا، ونذكره بكل خير طبعا. الراجل اي نعم كل واحد مننا له سيئاته وحسناته، بس الراجل ده نحسبه عند الله ان هو كان راجل شريف وابيض الوجه وابيض قلبه ابيض، ما كانش بيقيل اي حاجه من حد، وراجل كان مسامح في حقه. وكان طبعا هو كان زعيم العرب كلها يعني، وكان الكبير بتاع الدول العربية كلها. ونطلب من المسؤولين على رأسهم الرئيس السيسي ربنا يعينه علينا، وعلى المسؤولين الجيش كلها، ان الراجل ده طلب لنا احنا، ويمكن الشعب كله يطلب بطلب زي ده. الراجل ده تعمل له جنازة عسكرية تليق بالزعيم مصر العربية.